نحييكم سيداتي وسادتي من حاضرة الجهة الشرقية وجدة، حيث يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمسجد محمد السادس حفل إحياء ليلة القدر المباركة في هذه الأجواء العطرة المليئة بالنفحات الربانية. ليلة مباركة عظيمة الشأن، ليلة هي خير من ألف شهر أنزل فيها القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ولا سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر يا حي الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ظهر بين يديك وحبيبك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نعم سيدي أعزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي يتقدم بين يديكم الكريمتين الطفل زكريا الباز لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وهو الفائز بالرتبة الأولى لنيل جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وهو من الدار البيضاء
ويبلغ من العمر 9 سنوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. آيات بينات من الذكر الحكيم رتلها بين يدي أمير المؤمنين حفظه الله الطفل زكريا الباز الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. ويسلم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الطفل زكريا الباز الجائزة. والطفل زكريا الباز يبلغ من العمر 9 سنوات وهو من مدينة الدار البيضاء. مولاي أمير المؤمنين، يتشرف العلماء الضيوف المشاركون في الدروس الحسنية المنيفة بأن يتقدموا إلى الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره بكلمة شكر وامتنان يلقيها نيابة عنهم الأستاذ محمد مختار المفتي الحسني من المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الهاشمي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمداً السادس
السلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. من مشرق بلاد الإسلام ومن بين أشقائكم ومحبيكم في المملكة الأردنية الهاشمية، أتشرف بالمثول بين يديكم الكريمتين نيابة عن السادة العلماء المشاركين في الدروس الحسنية المنيفة. ونحن في رحاب هذا البيت الطاهر من بيوت الله، وفي هذه الليلة المباركة التي نتفيأ نفحاتها ونسماتها، هذه الليلة التي شهدت ميلاد أمة جديدة بالرسالة المحمدية، هذه الليلة العظيمة التي تسلم فيها الملائكة على أهل المساجد وتبقى مع القائمين العابدين حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. مولاي أمير المؤمنين، هذه الدروس الحسنية المباركة تجمع ثلة من صفوة علماء الأمة من مشرق الأرض ومغربها برعاية ملكية سامية وبحضوركم الكريم، حتى أصبحت معلماً دينياً حضارياً وموئلاً يفد إليه العلماء من جميع أصقاع الدنيا للاستفادة من هذا المعين الثري الفياض، وهي جامعة رمضانية تتميز بالحفاظ على المرجعية الدينية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. صاحب الجلالة، إن الأمانة التي طوقتم بها أمام الله والعباد والبلاد، وهي أمانة إمارة المؤمنين، جعلت منكم حامي الملة والدين، تدافعون عن حياضه وتسهرون على نقائه وصفائه، مما جعل الشأن الديني في مملكتكم يترسخ على الثوابت الشرعية التي ما فتئتم تحرصون عليها وتعضون عليها بالنواجذ. وقد أحس السادة العلماء المشاركون إبان تواصلهم مع المواطنين المغاربة عبر الدروس التي ألقوها ببعض مساجد المملكة بأن المواطن المغربي معتز بدينه، فخور بإسلامه، مدافع عن قيمه وثوابته، محب لملكه وأرضه أشد ما يكون الحب والتعلق. وإذا كان جدكم المنعم مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه قد أرسى أسس التلاحم بين الملك والشعب، وإذا كان والدكم المشمول بعفو الله الملك الحسن الثاني قدس الله سره قد وضع لبنات بناء المغرب الحديث، فإنكم يا مولاي بما حباكم الله به من بصيرة نافذة توجتم هذه المسيرة بتجديد قافلة التطور والأخذ بالبلاد إلى مدارج الرقي والازدهار في شتى مجالات الحياة. مولاي أمير المؤمنين، وانطلاقاً من قول جدكم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أرفع إلى مقامكم الشريف أسمى آيات تقدير العلماء وعظيم امتنانهم على حسن الاستقبال وكريم الضيافة التي أحطموهم بها طيلة مدة إقامتهم بين أهلهم في هذا البلد العزيز. نسأل الله تعالى أن يحفظكم وبلادكم وجميع بلاد الإسلام بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأن يبارك في عمركم
ليسعد بكم هذا الشعب المسلم الحر الأبي الكريم، كما نضرع إليه تعالى أن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بأخيكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد أسرتكم العلوية الشريفة. اللهم ارفع أقدارنا ومنازلنا عندك في هذه الليلة المباركة، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام على مقام مولانا أمير المؤمنين، ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه إذن كلمة الأستاذ محمد مختار المفتي الحسني من المملكة الأردنية الهاشمية، ألقاها باسم السادة العلماء الضيوف المشاركين في الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين نصره الله. دروس حسنية أصبحت معلما دينيا حضريا يفد إليها العلماء من جميع أصقاع العالم. مولاي أمير المؤمنين، تبركاً بحديث جدكم المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جرت السنة الحميدة في مثل هذه المناسبة، يقوم الأستاذ الحسن الرحموني عضو المجلس العلمي المحلي بوجدة بختم صحيح الإمام البخاري، يسرد له حديث الختم الفقيه عبد العظيم العمراني إمام وخطيب مسجد الإيمان بوجدة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله ورضي عنه في كتاب التوحيد من صحيحه، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد دأب المغاربة على العناية بالحديث الشريف، فأقاموا له المجالس والكراسي العلمية، وشيدوا المدارس والمعاهد، وأحاطوها ببالغ الرعاية والاهتمام، خصوصاً في عهد الدولة العلوية الشريفة، حيث توات ختمات الجامع الصحيح للإمام البخاري في المساجد والزوايا والمجالس العلمية، وهي سنة حميدة ما تزال الأمة سائلة عليها
راعية لها بعناية أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد الثالث نصره الله أمير المؤمنين. إن الحديث الذي أشرف بتناوله بين يدي جلالتكم هو الحديث الذي رويناه بالسند المتصل إلى الإمام العالم الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلام على هذا الحديث طويل الديل، ولكنني أكتفي بذكر بعض الجوانب المتعلقة بالمتن فقط، ومنها ما يتعلق بالحديث من جهة العقيدة. أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان، وأن الله تعالى يضع الميزان لوزن أعمال العباد فيريهم أعمالهم ليشهدوا على أنفسهم ولتنقطع حجتهم. ما يتعلق بالحديث من جهة الفقه، استنبط الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم: حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، أن تسبيح الله وتقديسه من أفضل النوافل لمحبة الله لهما وكثرة توابهما. وأجمع الفقهاء على جواز الذكر بالقلب وباللسان في التسبيح وغيره في جميع الحالات. ما يتعلق بالحديث من جهة التصوف، جاء في هذا الحديث ذكر اسمين من أسماء الله الحسنى، أحدهما الرحمن والآخر العظيم. ومعنى الرحمن يرجع إلى الإنعام والإحسان، ومعنى العظيم يرجع إلى الخوف منه تعالى. وفي ذلك جمع بين مقامين عظيمين من مقامات التصوف معروفة بمقامات اليقين، وهما الخوف والرجاء. مطابقة معنى الحديث لدعاء أهل الجنة، هاتان الكلمتان جاء معناهما مطابقا لدعاء أهل الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خاتمة يجدر بنا ونحن نذكر المحبة والرحمة، المحبة والرحمة الوالدتين في هذا الحديث، أن نلفت النظر إلى أن أصل الاستقرار والوحدة والطمأنينة والازدهار إنما هو الرحمة والمحبة، كما أن مصدر الاضطراب والفرقة والضعف إنما هو العداوة والبغضاء والغلظة.
ولذلك دعا الإسلام إلى التمسك بالمحبة وما يجلبها من حسن الخلق، كما دعا الإسلام إلى الرحمة وجعلها أساس الاجتماع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم شرف كبيرنا أنه إنما يستحق الإكرام إذا كان له شرف بعلم أو صلاح ونسب زكي كالانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الرازي: ثبت أن جميع آداب الدين قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن ما يجلب المحبة أيضا: وخالق الناس بخلق حسن. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 الله العظيم،
مولاي أمير المؤمنين، نسأل الله العلي القدير في هذه الليلة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء أن يكلأكم بعنايته الربانية وألطافه الخفية، وأن يديم عليكم نعمة العفو والعافية، وأن يمدكم يا مولانا من توفيقه بكامل المدد، وأن ينير لكم طريق الرشد. كما نسأله تعالى أن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، أن ينبته نباتا حسنا، وأن يبقيه محفوفا بلطفه، له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، وأن يشد أزر جلالتكم بصنوكم المجيد صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وأن يحفظكم في سائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، إنه سميع مجيب. كما أضع إليه سبحانه أن يمطر شآبيب الرحمة والغفران وسحائب الرضا والرضوان على فقيدي المغرب والإسلام وبطري التحرير والاستقلال، سيدنا ومولانا حسن الثاني وسيدنا ومولانا محمد الخامس. اللهم طيب طراهما وأكرم متواهما وأدم اللهم على بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والاطمئنان والوئام، وأبقنا اللهم متوادين متراحمين، لا خلل في صفوفنا ولا انقسام ولا انفكاك عن وحدتنا ولا انفصام. آمين يا رب العالمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين. ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. مولاي أمير المؤمنين، في إطار عناية جلالتكم الشريفة بالقرآن الكريم وأهله، يتشرف السيد عبد الله أبو عطاء الله من مدينة بني ملال بأن يتسلم من الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره